مشاهدينا الكرام، وصلنا لفقرتنا الحوارية وموضوع هام جدا بمناسبة قرب الامتحانات أو حلول الامتحانات، بما أنه في طبعا بعض المدارس بلشت امتحاناتها النهائية لنهاية العام الدراسي، وفي ناس لسه إن شاء الله الأسبوع الجاي. لكن لما يوصل جدول هالامتحانات الأم بتهكي الهم أكثر من الطالب، وبتشعر أنه في على كاهلها مسؤولية كتير كبيرة، وبدها تبلش تربط راسها وتقول لك يا الله أنا عندي ثلاثة كيف بدي أدرسهم، وحتى لو كان واحد بقول لك أيوة هلأ رح نبلش نتنكد ونبلش نعصب وبده يدرس وما بده يدرس. فبتصفي فترة الامتحانات فترة كارثية للأمهات والأبهات والأكيد الطلاب والأبناء، وما بيصدقوا تخلص على خير. يعني دائما بيختموها للمدرسة بمرحلة يعني يشعر الأهل إنه أصعب مرحلة هي فترة الامتحانات. لهيك موضوعنا اليوم رح يكون امتحانات بلا معاناة، وبسعدنا أنه نستضيف الأستاذة نورة صلاح، أخصائية نفسية وخريجة من الجامعة الأردنية، بكالوريوس علم النفس وطالبة ماجستير علم نفس إكلينيكي في جامعة عمان الأهلية. نورتينا وشرفتينا نورة، يعطيك العافية. يعافي قلبك يا رب. كيف صحتك بداية؟ تمام، كلنا تمام الحمد لله. الله يسعدك يا رب. موضوعنا شائك أنا بشعر، خصوصا أنه الأهل بتعبوا منه كتير أكثر من الطلاب، أكثر من الطلاب، وبتلاقي الأولاد مش فارقة معهم وشايفين أنه يعني الامتحانات هي جزء من عملية الدوام العادية، أنه دوام امتحانات دوام امتحان عادي عادي بالضبط. بس الأهل هم اللي مرات ببالغوا شوي بأنهم يحكروا هم، هم من حرصهم أنهم أولادهم دائما يكونوا متفوقين، فبتلاقي الحرص هذا ممكن يطلع بصورة خاطئة أو ينعكس بصورة خاطئة شوي على الأبناء، وبالتالي ينعكس على جو العائلة سلبا. هيك بتلاقي فترة الامتحانات البيت متنشن، حتى بتعرفي انه يمكن لو الاهل ما بيعملوا هاي الستريس القوي وقت فتره الامتحانات الطالب ما بيروح على الامتحانات خايف. صحيح. لانه عم نشوف انه الطالب بس يتوتر بالبيت عم بيروح على الامتحان زي كانه في شيء كارثي. صحيح، ما بصدق على الله يفوت على الامتحان يكتب اي شيء بيعرفوا المهم يخلص من الامتحان. بالضبط. طيب هون احنا رح نحكي ونخوض بتفاصيل انه فتره الامتحانات كيف لازم تكون حلوه ما فيها معاناه، تكون اجمل فتره. هلا يمكن اللي بسمعني من المشاهدين بيقول لك اجمل فتره بتحكي انت يعني عم بتنظري، بس لا يعني كلنا عندنا اطفال. صحيح. وكلنا بنحاول انه فعلا نكون قد ما بنقدر رايقين بها فتره الامتحانات. صحيح. فريق بيتكم عامر طلع على الميدان وسال الناس شو هي المشاكل. بدنا نشوف المشاكل اللي بيواجهها الاشخاص طبعا اللي بيدرسوا ابنائهم. سالناهم ما هي المشاكل التي تواجهونها مع ابنائكم خلال تدريسهم في فتره الامتحانات. يمكن هذا السؤال هلا الكل عم بيفكر فيه، شو ترى المشاكل؟ ومشاكل كثيره، مش مشاكل بالضبط. قبل ما تشرحي لنا على المشاكل نشوف راي الناس ونتابع مع بعض مشاهدينا هذا الاستطلاع، وراجعين لحوارنا مع الضيف. خلينا نتابع مع بعض. أثرت علينا فترة الكورونا اللي هي فترة كانت كجيتو، فاضطرت أن قعدت بالبيت، فتحولت فورا لصف أول. بعدين صعوبة المنهاج صف أول، يعني بعمارنا كنا نأخذ صف رابع أو خامس. هلا لما رجعوا الطلاب على المدرسة كان في نوع من التغير في سلوك الطالب وعدم تقبله للواقع الجديد اللي كان أصلا متعود عليه، ولكن كان في نوع من الفجوة بينه وبين التواصل مع الطالب وتواصل مع الطلاب نفسهم، بينه وبين المعلم والطلاب. هلا بالنسبة للامتحانات اللي صارت وكيف الطالب كان يواجه مشاكل فيها، المشاكل انه الطالب كان ملحوق في المادة. طبعا طلاب التوجيهي اكثر فئة بصراحة، شو بدي احكي لك يعني راحت عليهم، او بديش اقول لك راحت عليهم، بس اكثر فئة انظلمت في الفترة الحالية، لانه بتعرف انه التوجيه عندنا بالاردن شيء مفصلي ولازم طبعا يدرس الطالب فيه ويجيب معدل على اساس يتاهل للجامعه، فكان الطالب عنده نوع من التخبط وتغير روزنامه بالتاخر في الدوام الفصل الثاني. السنتين اللي كانوا هدول كورونا صراحه صاروا الاطفال بطلوا يحبوا يدرسوا، يعني رجعتنا هذا الفصل كتير صعبة، كانت صعبة صعبة يعني لحد الآن، يعني شو ما بتدرسهم بتحسهم ما بدهم يدرسوا، بس إنهم بدهم يخلصوا من النق الأم إنها بتدرس. بالأونلاين واجهنا كتير مشاكل، إنه صار الورد يعتمد على
الغش طبعا اكيد، يعني ما في حدا ما اعتمد على هذا الاشي، او انه مثلا على اصحابهم، وبعدها انه الولد هلا يعني مع التعليم ما في، يعني بطل انه يحب اصلا المدرسه، يعني ما يحس حاله انه هاي مكانه الرئيسي اللي لازم انه يعني حقه، فضررت الدراسه. يعني حتى انا لما اجي ادرس اولادي بحس انه يعني الولد راح عليه كثير اشياء اني افهمه اياها، وبتمنى انه يعني التعليم يكون من حقهم افضل من هيك. يعني هو مش بس وقت الامتحانات، هي حتى في خلال الدراسه كامله، انه انت ما بتقدر انك تعتمد على المدرسه نفسها اذا ما بذلت جهد انت نفسك اللي هو زياده حتى اكثر من المدرسه، ولا مش راح يكون اللي هو المدرسه انها كافيه يعني صراحه. فانا من الناس اللي كنت باستمرار متابعهم، يعني انا في مثلا في الرياضيات، في الانجليزي، في العلوم، وكانت امهم اللي هي تتابعهم في المواد الادبيه. فاذا انت، انا صراحه يعني اذا انت ما تابعت الولد او اللي هو ابنك في دراسه، وانك تبنيه مزبوط، ولا كل شغله المدرسه ما اظن انها تعطيك اللي هي الشيء اللي انت طالبه. والله هو الاونلاين، لانه صار بعد عن التعليم يعني الوجاهي، فصارت مشاكل كثير. بنشكر اكيد فريق البرنامج على هذا الاستطلاع، مهم جدا، اراء جدا رائعه، شكرا للجمهور الكريم. يعني زي ما سمعتي وتفضل كثير من الناس في الميدان، اضافه للمشاكل اللي بتواجه الام بالتدريس، يمكن ما ذكروها البعض لكن الامهات عارفين موضوع انه لما خلال جائحه كورونا كان في عندك سنتين الطفل ضاع. صحيح. فعلا، ان كان بمدرسه خاصه ولا مدرسه حكوميه. صحيح. وبالتالي هاي السنه اللي داوم فيها الاطفال كمان كانت نص نص الدوام، اللي كان يمرض كان يغيب اسبوعين، اللي اهله يمرضوا كمان يغيب اسبوعين، كمان هاي السنه ما داوم الطالب فيها. مزبوط. فبدنا نبلش من هذا المدخل ونحكي انه فعلا هاي كانت الدراسه اونلاين اكبر مشكله عند الابناء، لانهم كسلوا، بطل في تركيز بالدراسه، بطل في انه الطفل قادر يمسك كتاب ويقرا. صحيح. صار يعني بعد الانقطاع السنتين عن الدراسة الوجهية، فعليا اللي لاحظناه في المدارس انه الطلاب عم يرجعوا يتعودوا من اول وجديد على مفهوم المدرسة، على مفهوم الصف، سواء تعويد دراسي او حتى تعويد اجتماعي في تفاعلهم الاجتماعي مع زملائهم او حتى مع المعلمات. فكان في فجوة نوعا ما. هلا الجائحة خلصت، خلينا نحكي، والقوانين اللي كانت انه مثلا اذا الطالب كورن او حدا من افراد عائلته كذا يعطل او ما يداوم لمده معينه، برضه هاي الامور عم بتخف نوعا ما. فالطلاب عم بيصيروا اكثر قابليه على انهم يرجعوا للدوام، يرجعوا يتفاعلوا مع زملائهم. هلا بالمناسبه يعني بذكر مره من المرات بدايه العام الدراسي، كان لما صار في كان في احدى الطالبات كورنت في مدرستها، فصار اضطروا بدهم يعطلوا الصف كاملا. بالضبط. 12 يوم هاي المشكله كانت. او نعم. 12 يوم كان بدهم يعطلوا، الطالبات نفسهم صاروا يبكوا انه ليش عطلونا. بالضبط، الطلاب زهقوا. انت بتعرفي هلا المرحله الدراسه خصوصا دراسه البيت، هلا اوكي يمكن الطلاب حابين يداوموا وعم بتسلوا وعم بيشوفوا بعض، لكن يجي الطالب على البيت عم بينفصل تماما عن الدراسه، لانه خلال الاونلاين مش متعود، كان يحضر الاونلاين ويسكر ويطلع يلعب، بس انه هلا عم برجع من المدرسه ادرس بديش ادرس، ليش ادرس مش متعود. فهون الكارثه. فاجا لود الامتحانات، صفة طالب شو أدرس امتحانات، إيش اللي أمسك كتاب 3-4 ساعات. صحيح. هلأ بالضبط هاي النقطة اللي المهمة كثير، الأهل شكرا راني إنهم يعرفوها، إنه طالب، نحن عم نحكي طالب يقعد 3-4 ساعات يدرس، هاي بنحكي لمرحلة عاشر أو الثانوي. تمام. طالب صف أول يقعد، يعني أحد الأمهات الله يسهل عليها إجتني بتحكي لي ابني صف أول بسنة من السنوات، بتحكي لي ابني صف أول ما عم يقبل يدرس. بقولها ابنك يعني بالمدرسة كويس ويعني الفيدباك من معلوماته جيدة. بتقول لي بالبيت، بقولها بالبيت قد ايه بتدرسي؟ بتقول لي بعد 4 ساعات ادرس. اف. وصف اول؟ صف اول طالب صف اول، يعني احد المشاركات كانت ضغط، المواد نفسها ضغط. بتفق مع هذا الشيء. المواد، نحن المنهج بالنسبة لطالب صف اول هو نوعا ما ضغط، بس من جهة اخرى طالب صف اول بهذا العمر لما لما نشوفه بالحياه العمليه بعيدا عن المناهج الدراسيه،
هو قادر يتعامل مع نفس المنهج بطرق كتير أفضل وكتير أسلس مما نحن منتخيل. صح. لكن طول ما نحن عم نتعامل معه على إنه منهج وعليك دراسته، فطبيعة الحال لازم بده يواجه. رح يهرب. هلا أنا بلاحظ إنه طلاب صف أول وثاني وثالث وهدول المادتهم لسه يعني هي عم بياخدوه عن طريق التلقين، عم بيطلع الطفل حافظ. فبصفي دور الأم يمكن إنه 10 دقائق تشيك على كل مادة يكفي، ومش بالضبط كل المواد بنفس اليوم. بالضبط. نحن اللي بنحكي إنه في المدرسة الطالب قاعد من 8 الصبح للتنتين 3 العصر، ما لا يقل عن 7-8 ساعات فعليا في المدرسه، اكثر من ثلث يوم تقريبا مقضيه في المدرسه، يرجع كمان على البيت يقعد يدرس 4-5 ساعات متواصلات. بالغالب الاهل برضه بيكون امتى بده يلحق يعيش حياته، او امتى بده يلحق يلعب يرتاح يتفاعل يتنفس حسب مرحلته حسب مرحلته النمائيه. بالضبط. فبالمدرسه في دراسه، بالبيت في متابعه. حلو جميل. هاي النقطة اللي كتير مهمة، إنه مش بالمدرسة دراسة وبالبيت كمان دراسة. هون صعب، هون ما حيقدر الطفل يوازن، ما حيقدر حتى المراهق، حتى طالب التوجيهي ما حيقدر. هو بالنهاية بيحتاج لبريك يفصل، بيحتاج لمتنفس. طب شو المشاكل الأمهات اللي هي بتضيفها على تدريس ابنها أثناء فترة الامتحانات؟ هلأ مثلا رح تبلش نفرض الامتحانات من يوم الأحد، يعني عندهم هاليومين إجازة يدرسوا، في لود الأم عم بتحطه أو ضغط على الطفل وعلى نفسها، بحيث إنه عندها مثلا ممكن 2-3 بدها تدرسهم ومعها حق إنه تنضغط. شو هون المشاكل اللي عم بتضيفها لابنها بحيث إنه ما يركز، ما يعرف يدرس مزبوط؟ الأم القلقة بتعلم القلق لأطفالها. تمام. حلو. هاي شغلة كثير مهم إننا نعرفها. الامتحانات مهم لما أنا أتعامل مع الامتحان على إنه شيء مفصلي وخلص، رح يصير دمار بعده، بدك تنجح، بدك تجيب علامة، بدك تجيب معدل كذا كذا، الطفل نفسه رح يصير عليه ستريس. هو أول شيء الطفل أو الطالب خلينا نحكي بيكون بشكل أو بآخر، حتى لو كان مظهر لك عدم اهتمام بالدراسة، لكن بينه وبين حاله بيكون متضايق، عم بتطلع على أقرانه أنه أنا بدي أكون أشطر من فلان. حتى لو ما جاب لك سيرة فلان طول فترة المدرسة، لكن أنه أنا بدي أكون أشطر من فلان، أو ليش مثلا الأستاذ حكى عن طالب أنه مثلا زاد له علامتين وأنا ما زاد لي إياهم. إلا تحز في باله، فيصير هو من داخله بده ينافس، فعنده رغبة بالمنافسة، عنده رغبة بأنه يكون يقدم شيء كويس. لما الام تيجي تعمل ستريس، تضيف له ضغط وتوتر، غير الضغط اللي هو اصلا بيكون عايش فيه، انه انا بدي اوصل لمستوى فلان مثلا بس مش قادر او مش عارف كيف امشي بالضبط، الطالب رح يضيع. بصفي هو مضغوط وجاء ضغط من فوق، فهو اصلا مش رح يقدر يدرس، مش رح يقدر يعمل، رح يتشتت. تماما. غير انه لما الام تكون عارفه ابنها مستوى معين، في اختلاف بالقدرات. نحن لما نقول انه طالب مثلا عندك 3 أو 4 أولاد، واحد منهم جايب ب90 والثاني معدل مثلا 80 أو 70، هذا الشيء ما بيعيب هذا ولا بيضيف اضافه نوعيه لهذا. فكره في اختلاف، في تمايز. حتى لو بتقولي لي اولادي تنين نفس التدريس، نفس الاساتذه، نفس كل شيء، حتى لو في فروقات فردية. بالضبط. نعم. فالفكرة انه الام نفسها تفهم طبيعة ابنها، تعرف هو ايش بايش مواد متميز فتدعمه تحفزه، والمواد اللي نوعا ما ضعيف فيها خلينا نقول تستعمل معه اساليب اخرى في التدريس، ما تكون نفس الاسلوب عند هذا نفسه عند هذا نفسه عند هذا، ولا انها تضيف له لود هو مش قادر. يعني الامهات اللي بيكونوا متغربين بيجوا على الأردن بدهم يدرسوا أولادهم، حتى المدارس الانترناشنال القرآن أو الدين والعربي باللغة العربية فيهم. فبتيجي بتقولك ابني ضعيف بالعربي، ابني، وبلش تحكي تحكي تحكي، هو مش ضعيف، هو ما تأسس صح، بس هي النقطة. فهي بتحس إنه لا، ليش ابني الأول كان متميز أنا لازم الثاني يكون مميز، أو ليش كيف من إيش ده يكون ضعيف؟ طب ما إحنا بالبيت بنحكي معه عربي. ما هو العربي اللي بينحكى بالبيت مش نفس العربي اللي بينحكى في المدرسة، أو الدين اللي عم بيتم تعليمه في البيت مش نفس الدين اللي بيتم تعليمه في المدرسة. طيب هلأ إذا بدنا نضيف بعض اللمسات السحرية أو تعطي للأمهات نصائح، إنه فعلا خلي الامتحانات بلا معاناة، عندها إم مثلا نفرض 2-3 بأعمار مختلفة، بيكونوا عادة إنه 2-4-6، يعني بهالأعمار، يعني مش شرط إنهم، شو تعمل حتى تنظم أمورها؟ عارفة إنه هي بدها تدرس 3 أولاد، برضو كمان إنه ما بدها تقصر مع واحد جهتها، شو تعمل؟ هي في نقطة مهمة كثير حكتيها بدنا نبلش فيها، إنه الأم عارفة إنها بدها تدرس 3 أولاد، الأم مش مسؤوليتها تدرس. حلو. الأم مش معلمة. في كثير أمهات ممكن ما يكون عندهم
معرفة مثلا بالمواد العلمية، هل هي مطلوب منها أنها تدرس؟ لا، هي مش مطلوب منها أنها تدرس، مطلوب منها إذا بدها تشرف على أولادها فهي تعمل إشراف زي ما بنحكي، أو إما تعمل فولو أب بس، مش تيجي تدرسه وتعطيه المعلومه من اول وجديد. اذا هي بدها تدرسه، شو تركت للمس او شو وظيفه المس فعليا في المدرسه وشو تركت له حتى يتعلم يدرس بالضبط. يعلم حاله دراسه بالضبط. هلا مثلا ممكن بالاعمار الصغيره بده حدا يشرف عليه، نفرض انه صف سادس تقدر تعطيه مثلا بعض الامور تقول له اسمع لك او ارجع لي لكن الصغار انه انا بشوف الامهات فعلا، ونحن كنا مثلا لما كانوا اولادي صغار اجيب هالوراء العمل وهالدفتر هالكتاب وهيك، انه ننعجق ونعمل اجواء انه بغض النظر انه اجواء جميله مش جميله. في بعض الامهات بصراحه للاسف الشديد بتستخدم اسلوب الصراخ، اسلوب الضرب، اسلوب التهديد، اسلوب الحرمان، بيكون بغير قصد للاسف، بيكون بغير قصد. الام نفسها مضغوطه، حاسه بضغط بضغط عليها انه اولادي هلا عندهم فتره امتحانات، غير الضغوط اللي ما لهاش علاقه باولادها اكيد شايفه البيت مثلا عايم، فهي تنعكس هاي كلها. مين بدها تفرغ، مين بده يطلع، مين بدها تفرغ الضغط؟ بيطلع يحرام بالطفل اللي عنده للاسف الامتحان. فبتيجي يلا امشي عندك الامتحان وإلك 5 ساعات قاعد على التليفون مثلا او كذا، ومش عارف تركز بدراستك ساعه. ما هو طبيعي طفل صف اول ما يقدر يركز ساعه متواصله طبعا. طبيعي. هلا لما نحكي، لما نيجي نقارن مثلا هو بيحضر على التابلت مثلا فيديو لمده ساعه، الفيديو اللي لمده ساعه هو ما عم يبذل جهد عقلي، خلص قاعد مسترخي وعم بتلقى بس. بالضبط، هو عم يتلقم، هو مش بحاجه انه يفكر بالفيديو اللي عم يحضره. لكن لما تيجي تقولي له ادرس ساعه، هو ما رح يقدر يدرس ساعه لاجل انه هاي الساعه فعليا عم تتطلب منه جهد عقلي اكبر منه. طب بده يحفظ وبده يسمع وممكن بده يكتب، وغير انه هو باله انه انا ماما لازم اضلني عند التوقع اللي هي متوقعه مني، فهذا لود اضافي. طب شو الأشياء اللي بتخلي الفترة، فترة التدريس فرحة وحلوة، ويعني يقولوا يا الله يريد دايما قعدي ماما معنا بتدرسنا؟ هلأ إنه نتعامل من البداية، من أول ما تبلش السنة في رولز واضحة. صح، في رولز واضحة. أنت مثلا ابني اللي بسادس، أنت من حالك بدك تبلش تدرس. أنا السنة ما رح أضلني فوق راسك وكل كلمة والتانية أسمع لك إياها. بالمقابل أنت ممكن بس يكون عندك شوي بريك، بتاخذ شويه وقت مثلا، بتاخذ بريك لك، واذا بتساعدني بانك انت تسمع لاخوك الاصغر منك، انت هون إشي اضافي لك، ميزه اضافيه لك. مواد لود كمان على الطفل، يعني هو بيكون عنده مواده، وكمان تقولي له سمع لاخوك فرح ينفر. لا، هو مش انه بوقت مواده، لا، لما يكون عنده شوي بريك انا بعملها زي نوع من اللعب. انت بدك تعلم اخوك الاصغر منك إشي، بالمقابل هو بده يعطيك إشي ثاني. هو رح من خلال تفاعله معك رح يضيف لك شيء، فانت عم بتضيف له شيء وهو عم بيضيف لك شيء، عم بتولد تفاعل جيد بين الاخوه نفسهم بالبيت. ما عم بحسوا انهم هم كلهم بالبيت معتمدين على الام، اللي بلحظه معينه ممكن تنهار، ممكن اعصابها تفلت، ممكن تفقد سيطرتها، فبالتالي كل شيء، كل المنظومه اللي هي ماسكاها بايدها كلها تخرب. لا، الاخ الصغير رح بده يصير يثبت حاله لاخو الكبير انه انا هني دارس وبعرف وكذا، فرح يصير يبذل جهد هو من حاله انه انا بدي اركز مع المس، بدي احاول بالمدرسه اركز اخذ كل اكبر قدر من المعلومات، لحتى لما يجي اخوي مثلا الاكبر مني يسمع لي او ندرس مع بعض افرجيه اني انا فاهم. بالتالي الاخ الاكبر كمان بصير بيعلم اخوه كيف طرق الدراسه هو مجربها. طب أشياء تخلي كمان هو جميل جدا، أشياء خلال فترة الدراسة تخلي الدراسة ممتعة، إنه مثلا كل قديش الأم تعطي بريك لأولادها، بعد قديش ارجع لي خلينا نعمل إشي تاني بعيد عن الدراسة عشان بعد شوي نرجع على الدراسة. هون ممكن حسب المرحلة العمرية، كل خلينا نحكي كل ربع ساعة، إذا كان الطالب صف أول كل 5 دقائق لربع ساعة فعليا الدراسة متواصلة، خذ بريك 5 دقائق. البريك ال5 دقائق هاد بعيدا عن التابلت. هلا الطفل بالبداية رح يرفض، الطالب رح يرفض إنه ليش أنا بدي أخذ البريك على التابلت أو مثلا على الأجهزة الإلكترونية. لا، نحن هون بنعمل بريك مثلا 5 دقائق، يلا تعال مثلا نلون مع بعض، يلا خلصنا، بنحط تايمر، لما يرن التايمر خلص رنت التايمر معناه بدنا نرجع للدراسة. بالضبط، رجعنا للدراسة في تايمر معين موقت إنه هذا التايمر ربع ساعة، خلصنا نرجع ناخذ بريك ثاني، مثلا بنروح بنغسل وجهنا او بنروح بنصلي الصلاه اللي علينا. حلو، بنرجع نعمل اكتيفيتيز ما إلها، ما عم بتشتتنا ذهنيا بانه الفيديو مثلا. صح، ما صح، الفيديو والجيمز رح تشتت الطفل، رح وين يرجع يجمع افكاره ويرجع يركز انتباهه. صعب تلاقي فيديو بيخلص ب5 دقائق مثلا، او انه يشغل عقله بشيء غير الدراسه
على الأجهزة، لا أنا بخليه يتحرك، بخليه يحرك الدورة الدموية بجسمه، بعطيه مثلا سناكس معينة، سناكس هو بحبها بالخمس دقائق، روح صلي روح اعمل، طب يلا أشوف رح تعرف ترتب الصالون مثلا بخمس دقائق، يلا مين أسرع كذا، إيش فيه حركة بحيث ما أصلا قاعد عم بدرس برح ينام. يعني أنا بدي أشكرك أستاذ نورة صلاح، وأنت أخصائية نفسية وبكالوريوس علم نفس وطالبة ماجستير، يعطيك ألف عافية، نورتينا وشرفتينا، وإن شاء الله أكيد الأهالي يكونوا استفادوا من نصائحك، بعيدين عن العصبية، بعيدين عن المزاج السيء، ياخذوا موضوع الامتحانات بطريقة كثير سلسة حلوة. بالنهاية المهم هي الخبرة العملية للإشي اللي أخده من بعد الامتحانات. يعني العلامة مش مقياس بالنهاية، هاي نقطة كثير مهمة نحطها في بالنا. أنا ما بشوف، ما بتعامل مع ابني على إنه رقم. صحيح أكيد. شكرا كثير لنصائحك. ومشاهدينا الكرام، قديش مهم فعلا تكون أجمل فترة فترة الامتحانات، فترة التدريس، لأنه هي بتزيد علاقة الأم بأطفالها وحبها، بدل ما نحن نتشاحن معهم بحيث أنه ننفرهم منا، ننفرهم فترة الامتحانات. وأكيد يعطيكم ألف عافية لكل الأمهات ولكل الطلاب اللي هن مقبلين على امتحانات. أما موضوع التوجيه زي ما ذكروا بالاستطلاع، إن شاء الله رح نفرد له حلقة خاصة ونحكي عن الامتحانات ودراسة الامتحانات فترة التوجيه. ومشاهدينا الكرام، خلينا ننتقل لفقرة قادمة، ورح تكون عن النباتات الطبية والعطرية مع المهندسة علياء الشامي. خلينا نتابع مع بعض.